اللي تحتيه A B C B A وهكذا لحد الآخر A B C D E D C B A. طيب كلوجيك كده أو ألجوريثم عايز أعمل الكلام ده أعمله إزاي؟ أنا دلوقتي دخلي رقم أيا كان، بس هنعرف كاركتر مثلا X وهسي إن الX ده. أنا بقيت خلاص عارف الكاركتر، هو هنا مديني E، عايز ارسم الرسمه دي. عشان ارسم الرسمه دي اول حاجه محتاج ايه؟ محتاج لوب، صح؟ لوب اللوب واحده ولا اتنين؟ اتنين لوبس. ايه الاتنين لوبس دول بيعملوا ايه؟ اللوب الاولى بتنقلني من سطر لسطر، واللوب الثانيه جوه كل سطر انا عايز اطبع الكلام اللي جواه، صح؟ طيب هل برضو جوه كل سطر عندي لوب واحده؟ يعني انا بطبع من A لE وبعدين ارجع اطبع من E لA، صح؟ ممكن نقدر نعملها بلوب واحده بس هتبقى يعني هتبقى فيها رخامه شويه، او نعملها بتو لوبس، لوب تطبع من الA للحاجه اللي انا واقف عندها ومن الE او من الحاجه اللي انا واقف عندها لحد الA، تمام؟ بس الفكره ان احنا عندنا تو لوبس. طب ايه الصعب او الرخم في السؤال ده؟ لو قعدنا نفكر بيه الورقه والقلم هنعرف نحله، بس الصعب ايه؟ احنا دلوقتي في اول لاين ده عايزين نعرف مكان الاي، احنا عايزين نعمل بيراميد كده، صح؟ يبقى الاي دي قبلها شويه ايه؟ سبيسز. طب عاوزين نعرف السبيسز اللي قبل الاي، حد يقدر يقول لي عدد السبيسز اللي قبل الاي هنا كام؟ عدد الالفابيتك ناقص واحد؟ لا، ما ده كده هيبقى رقم ثابت. عدد السطور ناقص واحد، صح؟ اللي هو طب انا معايا عدد السطور ده، هل انا عارف عدد السطور؟ انا ما اعرفش عدد السطور. اليوزر بيدخل لي ايه؟ الكاركتر اللي اسمه اي بس، هو ده الحاجه اللي اليوزر مديها لي. طب هل اقدر اترجم كلمه عدد السطور ناقص واحد دي لحاجه ليها علاقه بالكاركتر اللي اسمه اي؟ مش احنا عارفين من الترم اللي فات ان الارقام الحروف دي ريبريزنتد ازاي؟ اسكي، صح؟ وعارفين ان الارقام في الحروف في الاسكي ايه؟ ورا بعض، صح؟ يعني الفرق بين الاي والبي واحد، الفرق بين البي والسي واحد وهكذا. يبقى لو انا عايز اعرف عدد السطور يعني عايز اعرف عدد السبيسز دي كعدد السطور ناقص واحد، عدد السطور اعرفه منين؟ هو اي ناقص اي، صح؟ يعني عدد السبيسز هو الكاركتر اللي اليوزر دخله لي ناقص اول كاركتر اللي هو الايه. يبقى بس الفكره في السؤال ده ان انا ابقى عارف ان الكاركترز ريبريزنتد اسكي، وفي الاسكي نمبرز او في الاسكي ديجيتس كل كاركتر الفرق ما بين وبين اللي بعده واحد. يبقى انا لو عايز اعرف الاي في سطر والدي في سطر والسي والبي والاي، عدد السطور دي هو اي ناقص اي، او يعني الفرق ما بينهم هو ده اللي يجيب لي عدد السبيسز، تمام؟ فهنبص على الكود بسرعه. انا خليت اليوزر يدخل كاركتر، عرفت السبيسز ان هي الكاركتر اللي دخله ناقص الاي، عرفت عدد اللاينز اللي هي الكاركتر ناقص الاي بس بلس 1 بقى المره دي، وعملت اللوبس اللي احنا قلنا عليها. هنا عندي لوب كبيره وجواها بعمل لوب تطبع لي السبيسز، لوب تطبع لي من الاي لحد الرقم اللي انا واقف عنده، لوب تطبع لي من الرقم اللي انا واقف عنده لحد الاي. شويه لوبس كده. احنا عندنا اربعه بلوكس، لما قلت لكم من شويه قلت لكم هنخلي حاجه من الاي للرقم او للحرف وحاجه من الحرف للاي، بس في الحقيقه هو مش كده. هو انا عندي لوب تطبع لي السبيسز، بعد كده من الاي للحرف، بعد كده من الحرف للاي، تمام؟ عشان كده احنا عندنا ثلاثه لوبس جوه اللوب الكبير، تمام؟ بصوا على الحل بتاعها، بس انا كنت عايز اقول فكره موضوع الاسكي. احنا كده خلصنا، كفايه كده النهارده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي اونلاين.